متى نهدم؟ كيف نهدم؟ ما الهدم؟ هل هذا الإشي ممكن يكون سبب في هدم الأبناء؟ الحرمان العاطفي ليس حرمان الكلام، الحرمان العاطفي هو حرمان الوقت النوعي. يعني بهاي الحالة الأب بيكون محقوق؟ ترجع واعتذر لأبنائك عن تقصيرك معهم. ولد بكبر وكلمة بحبك عمره بحياته ما سمعها. المحب لا يؤذي، ما في واحد يحبك ويؤذيك. الحب والإهانة لا يلتقيان، بينهم برزخ لا يبغيان. يأتيكم في الأوقات التالية على A1 TV.